المراسلون الميدانيون في القنوات التلفزيونية لا نبالغ حينما نقول أنهم الأكثر عرضة للمواقف الحرجة أو الغريبة، فهم على الهواء مباشرة في مكان لا يتحكمون به، مما يجعل نسبة الخطأ أو الوقوع في موقف محرج أسهل بكثير. لماذا؟ خلال النقل المباشر لتصريح الرئيس المكلف اللبناني سعد الحريري من بكركي مساء يوم أمس الخميس، وبينما كان أحد المراسلين على مسافة قريبة من منبر الحريري ليتمكن من نقل الكلمة بوضوح حاملاً الميكروفون، طلب حرس الرئيس منه الابتعاد أكثر من مرة، ولأسباب تقنية تتعلق بنقل الصوت تابع المراسل وقوفه. ويبدو أن المراسل لم تتسنى له الفرصة لترك الميكروفون على منصة الحريري لالتقاط الصوت، فاضطر للوقوف والإمساك بالميكروفون من أمامه، فقام الحرس بالإلحاح عليه للتحرك. وما بين وقوفه وبين إلحاح الحراس على أن يتحرك، تشتت تركيز سعد الحريري فتوقف عن كلمته ليتدخل، بينما ينهي طبعا هذا بينهما لينهي التدخل بقوله بدي أعرف أحكي. تابعوا الفيديو. كمان بما يعني يحصل بالحكومة وتشكيل الحكومة، وأكيد يعني خلي الميكروفون خلاص، حدا خليه يمسكوا الميكروفون بس خلطركوه بدي أعرف أحكي. فهذه الدعوة يعني جيت طبيتها وعم نتشاور بموضوع الحكومة. تعليق من موريال، مثل ما بيصير معي لما كون عم بحكي حكي مهم والتليفون يرن يرن ومش راضي يسكت. عبد القادر أيضا علق على الموضوع، صراحة معذور جابوله القلق، البلد قايمة قاعدة والحكومة معطلة والحرس والمراسل عم يتخانقوا على الميكروفون. وأختم مع منير، قال هو متوتر واللي ماسك الميكروفون متوتر والجو كله متوتر في بعضه.